بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه المره دي مش هنطلع من الاستوديو، المره دي هنطلع من مقر النادي الاهلي بالجزيره، طبعا احسن مكان ممكن نطلع فيه مع حضراتكم. حضراتكم طبعا تابعتوا معانا الفتره اللي فاتت كل الصفقات اللي تمت في الالعاب الاخرى، سواء كره اليد رجال، ايضا كره السله سيدات ورجال، الكره الطائره. الحقيقه النادي الاهلي ضم صفقات كبيره ومن العيار الثقيل عشان نوصل لمنصات التتويج ان شاء الله بكل اريحيه. ابتدينا بكره اليد طبعا، لان كره اليد زي ما قلت لحضراتكم عندنا حدث مهم في يناير، كاس العالم، اذا هي اللعبه الاساسيه معانا ومكمله حبه، وهي فرضت نفسها طبعا بالنتائج بتاعتها خلال الفتره اللي فاتت. في البدايه برحب بالكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد واللي انضم حديثا الى الجهاز. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن ياسر، ازي حضرتك؟ منور شاشه قناه النادي الاهلي. منوره بحضرتك والساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي العظيم. يعني غيبه طويله شويه يا كابتن ولا ايه؟ يعني شويه بس، يعني غيبه عن المناصب، بس عمر ما الواحد غاب عن النادي الاهلي. مفيش حد يكون لعب في النادي وتربى فيه بيقدر يبعد عنه. ما الواحد ما كانش فيه منصب يمكن الفترات اللي فاتت، انما الواحد بيتابع طبعا، عشق النادي الاهلي جوانا كلنا. يعني اكيد يا كابتن، يمكن حضرتك لعبت ناشئين ولعبت درجه اولى يعني كم سنه ناشئين يا كابتن؟ سنتين. انا لعبت يعني سنتين في النادي الاهلي ناشئين وثلاث سنين، وقعدت بعد كده خمس سنوات في الفريق الاول، يمكن بعد كده لعبت في نادي المعادي لمده سنتين، جيت دربت تاني في النادي الاهلي لمده سنتين، فبعد كده مسكت مدير اداري منتخب مصر للشباب في 93 اللي كان ليه شرف الحصول على بطولة كأس العالم، بطولة لن تنسى في تاريخ كرة اليد المصرية. نتمنى مع كأس العالم السنة دي إن شاء الله تعاد بقى ويبقى للرجال إن شاء الله مصر تفوز. خلاص احنا طالما إن شاء الله استضفنا حضرتك يا كابتن أكيد هناخد كأس العالم. إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله. حضرتك إضافة يا كابتن وإضافة قوية للجهاز، ويمكن يعني حضرتك عشقك للنادي الأهلي لم ينتهي. يمكن كنا بنتكلم قبل الهوا قد ايه حضرتك كنت متابع كل اخبار النادي الاهلي ومتابع الدنيا فيه ازاي. خلينا نبتدي يا كابتن بالصفقات. يمكن النادي الاهلي ضم خمس صفقات جديده لفريق الاول لكره اليد، صفقات من العيار الثقيل، يمكن اخرهم كان اسامه الجزيري اللاعب التونسي الدولي اللي اتى او انضم للنادي الاهلي من الترجي. شايف الصفقات دي ازاي يا كابتن، واضافه ازاي للفريق؟ والله يمكن الكابتن طارق المحروس حدد الاماكن واللعيبه اللي هو محتاجهم، وعرض الموضوع على مجلس الاداره، ومجلس الاداره مشكورا دعم الفريق وتعاقد مع العناصر اللي محتاجها الفريق. وانا شايف ان الحمد لله سواء جزء منهم كان من اولاد النادي الاهلي وكانوا بيلعبوا بره، كل رجعوا زي ما حضرتك قلت، برضو اللعيبه اتنين مصريين برضو من بره، رجع اسامه الجزيري، اضافات كبيره مع نجوم الفرقه اللي موجودين حاليا. الفرقه برضو فيها نجوم منتخب مصر لكره اليد، ان شاء الله هم مجموعه وتوليفه معاهم عناصر الشباب، ان شاء الله باذن الله يكونوا على قد طموحات مجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي العظيم، ان احنا نرجع السنه دي البطولات للنادي الاهلي. الجميع شغال، يعني مش عايز اقول لحضرتك 24 ساعه في ال 24 ساعه في الاستعداد للموسم، فان شاء الله يكون على موسم ان شاء الله. يمكن كمان الصفقات كانت مركزه اكتر على الخط الخلفي، يمكن عندنا صفقتين اسامه وعمر تقريبا باك ليفت، عندك في وينج ليفت، عندك باك رايت، يعني يمكن مع طبعا مع اسلام حسن وبقيه اللاعبين، يمكن الخط الخلفي ما شاء الله يعني اللي تقدر تبني عليه الفرقه. احنا دلوقتي بقينا افضل من قبل كده يا كابتن. الحمد لله، طبعا هي اضافات مع العناصر اللي طالعه من الشباب، كمان كابتن طارق مطلع كذا عنصر من الشباب، موجود حراسه مرمى متميزه ما شاء الله. يعني ان شاء الله الفريق كله مستعد وكل تعهد ان احنا السنه دي ان شاء الله نرجع البطولات للنادي الاهلي تاني. طب كابتن، ان شاء الله الدوري 2 اكتوبر اول مباراه لينا. النهارده كان في مباراه وديه انا الحقيقه شفتها، كانت مع حدائق الاهرام تقريبا، وكان امبارح برضو في مباراه وديه مع نادي الزهور. شايف الاستعداد ازاي للدوري يا كابتن؟ والله الاستعداد، انت عارف حضرتك كان في جزء اللعيبه الدوليه كانوا في معسكر بره في الغردقه استعدادا لكاس العالم، كان في المعسكر ماشي هنا برضو اعداد المجموعه اللي ما كانش ليها الحظ انها تروح المنتخب. انا شايف عوده الاثنين مع بعض، المجموعتين مع بعض، ما تحسش في فرق، الولاد كلهم على اعلى مستوى بدني، الكل جاهز. كابتن طارق نجح مع الفرقه الموجوده، يمكن عملوا حوالي 10 ماتشات وديه، ف
فالحمد لله المجموعه كلها جاهزه. يمكن كابتن طارق كان ضيفنا وقال انا حريص ان انا بدنيا وفنيا لما الولاد يرجعوا من المنتخب ما يبقاش في فرق من الاثنين. بالظبط. وحضرتك بتقوله ده يعني كان متخطط له يعني طبعا مع الجهاز، وحضرتك اكيد كنت يعني فرد من الجهاز وخططت لده ان اللي يجي ما يبقاش في فرق. ويمكن اسامه كانت الدنيا بس في قلق عليه شويه لان موضوع صبعه كان مع الترجي، يمكن قعد شارك هو مع الترجي طمنا عليه، ولكن شفت انا النهارده في المباراه ما شاء الله بيلعب بكل قوه، طمنا برضو على اسامه. اسامه الحمد لله ما فيش صبعه، كان صباعه بس حصل له يعني زي جزع كده فخرج نزل في الاول، خرج بعد كده قدر يتعالج، الفرقه احتاجته نزل في اخر المباراه قدر يعلي سكور الفرقه، انما يعني ما كانش له نصيب، هم خسروا يعني بفرق جون، فان شاء الله اسامه يعوض البطوله اللي ضاعت منه مع النادي الاهلي ان شاء الله. وخلي بالك كابتن احنا يعني هو جه من السفر امبارح، النهارده شايفينه مع الفرقه، وكابتن طارق محروس اداله في الماتش لعبه يعني يمكن فتره مش قليله، فيعني احنا شايفين حماس، يعني ممكن حد يجي يقول لك انا تعبان شويه من السفر بتاع، لا لانه ما شاء الله يعني داخل بكل قوه، يعني بيتهيألي برضو انه لعب في تونس، اسلام حسن لعب في تونس مع يعني لعبوا مع بعض ولعبوا قصاد بعض في المنتخب، فيمكن ده مدي لاسامه حته انه حاسس انه في بيته. يعني تعرف حاجه دي اخلاق النادي الاهلي وسياسه النادي الاهلي، كلنا لا ما فيش لعيب بيجي النادي اللي يحس انه غريب. صحيح. يمكن حضرتك شفت النهارده اسامه شايفه بيشتغل تكتيك وبيقول الولاد نعمل خطه واحد وخطه اثنين، الولاد احتضنوه، يعني اللعيبه تحسش ان هو لعيب لسه نازل اول مره. فالحمد لله انسجام تام، دي روح النادي الاهلي والروح اللي موجوده في الفريق ما شاء الله، هم كلهم الولاد على النهارده كمان اطمنا على ممدوح طه كمان يا كابتن، يعني شفناه النهارده شارك والحمد لله يعني بيلعب بكل قوه واحتكاكات، واقف على رجله ما شاء الله، بالتالي ممدوح اضافه كمان لانه كان سافت مصاب طبعا. يعني الحمد لله الولاد زي ما بقول لحضرتك كلهم الكل حماس والكل متشوق، فربنا يسهل ان شاء الله، هم وعدونا والفرقه كلها ملمومه ان شاء الله يكون. طب كابتن تدرج المباريات في الدوري دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني هل القرعه او المباريات ماشيه معانا بشكل جيد؟ يمكن اول مباراه مع المعادي تقريبا تدرج المباريات او قوتها ده يعني في مصلحتنا، ولا انت شايف حضرتك ان احنا محتاجين نعلي الحمل يعني مع الجهاز الفني؟ حضرتك بتتكلم في الموضوع ده اكيد. لا طبعا هي ماشيه في مصلحتنا، انت عارف الدوري السنه دي مجموعتين هنطلع اربع فرق بعد كده، فانا شايف ان هو التدرج ده هيبقى مفيد، الولاد برضه هيلعبوا ماتشات كثيره مع بعض، عشان ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا باذن الله في نوفمبر، متخطط لها تبقى في نوفمبر. هتتلعب يا كابتن ولا ايه الاخبار؟ ما هو ان شاء الله واقف عليها قرار كمان استئناف الدوري السنه اللي فاتت باذن الله، استكماله قصدي. حضرتك عندك انباء من الاتحاد الافريقي هتتلعب ولا لا؟ والله في يعني ان شاء الله هتتلعب في نوفمبر، يمكن الميعاد لسه ما اتحددش بالظبط امتى، في مصر اليوم او كده، انها هتتعمل في مصر وهتبقى استعداد لكاس العالم، فباذن الله هتتلعب ويبقى لينا نصيب يا رب ان شاء الله. كابتن النادي الاهلي النادي الاهلي بطوله كبيره باذن الله ترجع تاني بطوله افريقيا، يعني احنا كره اليد حضرتك بقت اللعبه الشعبيه الثانيه شئنا ام ابينا، وفرضت نفسها بنتائجها اكيد، ومش بنتائجها بس والتزاماتهم وتمثيل مصر المشاركه، فبطوله افريقيا النادي الاهلي دي حاجه مهمه جدا، وخلي بال حضرتك القرار ده هيترتب عليه الاتحاد المصري لكره اليد برئاسه المهندس هشام نصر، هيقرر اذا كان هيستأنف الجولتين اللي فاضلين في الموسم اللي فات ولا لا. لا ان شاء الله هيستكمله، والاتحاد مخطط ان احنا يعني بعد بطوله افريقيا يتلعب الجولتين اللي فاضلين في الدوري، الدورتين هيتلعبوا، وده يمكن نظام اتعمل في اوروبا، ان اوروبا حاليا لعبوا الدوري الجديد وبعد كده يستكمل المباريات المتبقيه من السنه الماضيه، فهو في تخطيط ان هم هيتلعبوا ان شاء الله مع بطوله افريقيا، هيبقى افضل اعداد للولاد وفي الانديه، وان شاء الله ربنا يوفق حلمنا كلنا منتخب مصر ان شاء الله. اكيد. طب يا كابتن حضرتك الناحيه البدنيه مهمه جدا برضو، يعني دلوقتي احنا في طبعا دكتور حسام العناني او كابتن حسام العناني مع الفريق في بدايه الاعداد، يمكن كابتن طارق محروس اصر يبقى معاه طبعا مخطط احمال واعداد بدني، شايف الفتره الجايه يعني هيبقى الاعداد البدني ازاي؟ هل هنكتفي بالاعداد قبل كده ونثبت بعد كده الاداء البدني، ولا في التوقفات ممكن يبقى في شغل ثاني بدني؟ يعني اكيد على حسب الجدول والتوافقات دي، كل مدرب بيحط الخطه بتاعته يعلي امتى بالحمل ينزل امتى، فكل الجدول يمكن محطوط لحد بطوله افريقيا معد تماما،
ويمكن الولاد كابتن طارق انا شايف في اول تجميع قدام البرنامج كله بكل الايام هيعملوا ايه، ويعني الولاد يعني كابتن طارق قعد مع اللاعبين قدامه خطه لحد بطوله افريقيا بالماتشات بايه اللي هيتعمل يوم بيوم. ف والولاد رجعوها وان شاء الله يعني يمكن كابتن طارق في لعيبه منهم كان يعني او من الفريق الاول كانت موجوده من مع كابتن طارق في كاس العالم اللي فات، وايضا ولاده يعني في ناس اصلا هو اللي مطلعهم وهو اللي لعبهم يمكن في بدايه حياتهم، فبتهيألي ما فيش غربه بينهم وبين كابتن طارق ابدا. لا لا هو كل الولاد يعني كابتن طارق يعني من ابناء اللعبه وعمره ما لعب ودرب في النادي وموجود على طول، ف سواء للي دربهم او على بقيه المجموعه كلهم هو على درايه بكل صغيره وكبيره منهم وكل واحد ناقصه ايه وعايز ايه. طب كابتن خليني برضو اسال حضرتك سؤال شويه، يعني ايه يعني احب انا اخش كده في احب اقلق انا من الحياه دي. حضرتك اكيد احنا لينا منافسين في مصر طبعا، اكيد نادي الزمالك هو المنافس التقليدي طبعا، وهو يعني دايما معانا في الفاينل في كل ماتشات. افريقيا نفس الكلام، يعني فرق شمال افريقيا دلوقتي بقت على مستوى قوي جدا، يمكن افريقيا الفرق بعيده. شايف احنا مع المنافسين ايه؟ يعني شايف احنا اكيد طبعا انت وانت بتعد فرقتك عينك على المنافس، لان انت بتبقى شايف صفقاته لعبته الجديده، يعني شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني احنا عايزين نرجع تاني لمنصات التتويج زي ما كنا، شايف ده ان شاء الله ماشي في الاتجاه الصح ولا ازاي؟ والله هو ماشي في الاتجاه الصح طبعا، فريق الزمالك فريق محترم، الفروقات بتبقى بسيطه، بيفرق كل سنه، انت عارف ماتشاتنا مع الزمالك بتبقى جون جونين، ما فيش حاجه بتعلى كده، انما هي بتفرق فروقات صغيره، الفروقات الصغيره دي احنا الحمد لله عالجناها يعني حطينا تحت عينينا، وان شاء الله الاولاد يتغلبوا عليها، وباذن الله بروح الفرقه كلها اللي انا شايفها دي باذن الله املنا كبير. ان علمك كابتن انا يعني بيعجبني كابتن طارق محروس حاجه، كابتن طارق محروس فيه ميزتين كويسين قوي، كنترولر كويس جدا، بيسيطر على اللعيبه يعني بشكل كله حب طبعا واخوه وكل ده طبعا، وفي نفس الوقت ناحيه حماسيه رهيبه أكيد. وانا عارف ان حضرتك كده كمان، يعني حضرتك هادي قدام الكاميرا وبتاع، بس حضرتك يعني حماسك عالي جدا اكيد طبعا. طيب يعني شايف ان الناحيه دي ممكن تعوض حتى لو في فروقات بينا وبين، يعني احنا كنا زمان بنشتكي ممكن يقول لك الروح مش عاليه بتاع، لا بتهيألي الموضوع ده السنه دي مش هيبقى موجود ان شاء الله، روح الفانيلا الحمراء موجوده جوه قلب كل واحد في الفرقه ان شاء الله، جهاز واداريين وعلى مستوى جميع الفرق حتى الشباب والناشئين. الحمد لله احنا ضاف السنه دي برضو الدكتور فوزي فطالي كمدير لقطاع الناشئين والنشئات، ومحطوط خطه تدريبيه على اعلى مستوى، منسقين معاه كابتن تصعيد اللاعبين في الحاجات دي برضو بالظبط، تنسيق واعداد النشئ، وباذن الله يكون في دور كبير لقطاع الناشئين انه يطلع عناصر مميزه الفترات الجايه يعني بطريقه علميه يعني. طب يا كابتن في حاله مشاركتنا لبطوله افريقيا ان شاء الله، يعني تبقى في شهر نوفمبر، احنا بنتكلم خلاص يعني ممكن 40 يوم تبقى البطوله تقام، هل في خطه ان احنا نعمل معسكر خارجي ولا عشان كورونا صعب، ولا انتوا بتفكروا ازاي؟ يعني ما فيش وقت كمان، يعني انت عارف تلاحم المباريات، فيعني الدوره المجمعه دي باذن الله تبقى كافيه ان احنا يبقى اعداد للفرقه يعني. وبتهيألي يا كابتن مش احنا بس، يعني حتى كل الفرق اللي برضه يعني مش في مصر بس، فرق شمال افريقيا بتهيألي ما عندهمش وقت نفس الكلام، يعني ده لسه الدوري في تونس والكاس خلصانين من ايام عادي يعني، هم خلصوا كملوا في تونس والدول شمال افريقيا المباريات المتبقيه من السنه اللي فاتت، في راحه اسبوعين وهيبتدوا الدوري الجديد، يعني تقريبا شبهنا احنا بادئين، وبعد كده هنكمل الاسبوعين اللي باقيين، يمكن احنا اتاخرنا شويه عشان اعداد المنتخب والمنتخب ياخد 45 يوم المنتخب بالظبط يعني 45 يوم بس، هو كان كابتن زي ما قلنا كابتن طارق محروس كان حريص ان حتى ما يبقاش في فرق. طب أكيد. كابتن لعيبه راجعه من المنتخب كان في حمل تدريب عالي جدا وكان في 9 لاعبين على ما اتذكر مع المنتخب، هل حد رجع مثلا بيشتكي من الاصابات البسيطه؟ عارف حضرتك الاصابات السائله، شد مش عارف جزع، عندنا حاجه من الحاجات دي؟ الحمد لله كله جاي كويس على اعلى مستوى، ومتشوقين يلعبوا مع زمايلهم، دخلوا لعبوا في المباريات يعني شغل برضو المباريات واللعب، انت عارف كل المعسكر بيبقى غير المباريات اللي قدام، مباريات اللعيب دايما بيتشوق انه يلعب المباريات فانا شايف اللعيبه جايين عندهم شوق. انا خدت بالي النهارده يا كابتن ده كله عايز يلعب وكله يعني عايز يشارك يعني النهارده كانت بالحقيقه، انا قعدت الماتش كان حلو يعني الماتش كان حلو وكان فيه تاكتكس وكان اللعيبه كلها شاركت، فيعني حضرتك بتقوله ده اكيد يعني احنا كنا شايفينه ان شاء الله اللي بعت حضرتك المستوى السنه دي هيبقى احلى يا رب ان شاء الله، ودعوات حضرتك والجماهير باذن الله ان احنا نوفق السنه دي واحنا في ظهركم يا كابتن وفي ظهر الفريق، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على لقائك ده،
ونتمنى ان شاء الله نتقابل باذن الله مع البطولات ان شاء الله. باذن الله. شكرا جزيلا كابتن ياسر رامي رئيس الجهاز، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين هنستقبل ضيوفنا، استنوا معانا كتير طبعا، معانا ضيوف وصفقات جديده، انتظروا كابتن اسلام حسن كابتن الفريق واسامه الجزيري اللاعب المحترف المنضم حديثا لصفوف الفريق.